السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة تحميل وتثبيت ويندوز 7 للأجهزة الضعيفة. طبعا الكلام ده يهم الناس اللي عندها ويندوز اكس بي وبيعانوا من مشكلة عدم تشغيل الانترنت على ويندوز اكس بي، لأن أغلب المتصفحات دلوقتي ما بترضاش تثبت على ويندوز اكس بي، ولو حتى جبت متصفحات قديمة وجيت تثبت على ويندوز اكس بي الانترنت بيشتغل معاك تقيل، وفي مواقع كتير ما بتفتحش، فبيبقى البديل بالنسبة لهم هو ويندوز 7. بس المشكلة ان ويندوز 7 النسخة الايزو مش متوفرة في الموقع الرسمي. فموضوعنا النهاردة ازاي هنحمل ويندوز 7 من نسخة ايزو من بعض المواقع المضمونة ونسخة خام من غير اي برامج ولا تعريفات، وازاي برضو هنعرف ازاي نثبتها على الجهاز. هنشوف كل الكلام دوت مع بعض. اول حاجة هندخل على اول موقع معانا اللي هو موقع ويندوز 10. ويندوز 10 زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، بكتب في محرك البحث ويندوز 10 بيفتح لي الواجهة بتاعت محرك البحث بالشكل ده. ده الموقع الرسمي، ودي المايكروسوفت ويندوز 7، لان دوت بيبقى فيه ويندوزات كتير. لو انا دخلت على الموقع بالشكل ده هيفتح لي الاصدارات بتاعت الويندوزات كلها نسخ ايزو. فطبعا انا كلام النهارده على ويندوز 7، هنضغط على ويندوز 7. بعد كده هيجيب لي الاصدارات الخاصه بويندوز 7 زي ما احنا شايفين كده، غالبا اصدار التيميت انا دخلت عليه ما لقيتش الملف الايزو، فهندخل على النسخه اللي هي البروفيشنال. بعد كده هنضغط على داونلود. تمام، هيقول لي هنا ان في نسختين، الاصدار 86 والاصدار 64 او 32 و64. هندخل على داونلود، هيجيب لي هنا النسختين زي ما احنا شايفين كده، ال 32 بحجم 3.77 وال 64 بحجم 5.49، يعني دي حوالي 4 جيجا وديت حوالي 5 جيجا ونص، يعني 6 جيجا. فشوف انت عايز تحمل ايه. بس طبعا لو انت الجهاز عندك ضعيف فالطبيعي ان انت هتحمل ويندوز ايه 32. هنضغط على 32 زي ما احنا شايفين كده، هنلاقي الرابط تحميل البرنامج، هنضغط عليه بالشكل ده. هيبدأ يجيب لي هنا صفحة تانية وهيبدأ يحمل معايا الملف الايه الايزو. هيبدأ معايا هنا يظهر معايا صفحة بدء التحميل، وهبدأ ان انا احمل ايه ملف الايزو زي ما احنا شايفين كده. هيبدأ يحمل معايا بالشكل دوت، وانتظر لحد ما يخلص التحميل، وبعد كده نبدأ ايه نحرقه على الفلاش. ده اول ايه اول موقع معانا. تاني موقع معانا اللي هو موقع هاي دوك زي ما احنا شايفين كده، هاي دوك دوت نت. هنكتب هاي دوك دوت نت، وبعد كده هندخل على رابط الموقع زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هيفتح معايا الموقع، فيه هنختار من هنا مايكروسوفت ويندوز اند اوفيس ايزو. هيجيب لي هنا اختيارات كتير في الموقع، هندخل على مايكروسوفت ويندوز اند اوفيس ايزو. بعد كده هننزل الاداه اللي هي تخلينا نحمل ويندوز ايه 7 او اي ويندوز احنا عايزينه، اللي هي ويندوز ايزو داونلود دوت اكس اي بمساحه او بحجم 8 ميجا. هنحملها، بعد ما نحملها هتظهر معايا بالشكل ده. هنفتح الواجهه مع بعض. غالبا الواجهه ديت لو انت هتشتغل عليها يفضل ان انت تكون مثبت مايكروسوفت نت فريم ورك 4.5. بعد كده هيفتح معايا واجهه البرنامج بالشكل ده اللي هنحمل منه. تمام، هنا الاصدار معانا اللي هو ويندوز 7 وويندوز 7 2018. ويندوز 7 ده الاصدار اللي هو الايه النسخه الاولانيه خالص، سيرفس باك 1 الاولانيه من ويندوز 7. بس غالبا ممكن ما تلاقيهاش ايه تتحمل معاك. هنجرب كده مثلا، ليكن نختار بروفيشنال اس بي 1 ونختار تاكيد، ونختار هنا اللغه، شوف انت العربيه او الانجليزيه، هنختار مثلا هنا وليكن الانجليزيه. بعد كده هضغط على تأكيد، هيجيب لي ايرور ان مفيش ملف ايزو للنسخة ديت، فهضغط على كلوز. هختار ويندوز 7 2018 بنفس الطريقة، برضو هنختار ويندوز 7 بروفيشنال زي ما احنا شايفين كده. شوف هنا 32 ولا 64، هنا في اختيارات كتير، او هوم بريميوم لو انت جهازك رام 1 جيجا بختار هوم بريميوم. بعد كده هنختار بروفيشنال مثلا، بعد كده هنختار يو اس كده 32 بت، وبعد كده هنبدأ ايه نختار تحميل. هيبدأ ينقل لي صفحة تحميل الملف الايزو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بدأ ايه يحمل معايا النسخة بحجم 3.8 جيجا زي ما احنا شايفين كده، يعني حوالي 4 جيجا. بنتظر برضو لحد ما يخلص تحميل النسخة الايزو،
وبعد كده او ملف العز، وبعد كده ايه هبدأ ان انا احرق الويندوز على الفلاشة عن طريق ان انا بحمل برنامج الرفس. هندخل على جوجل ونبدأ بقى ننزل برنامج الرفس مع بعض زي ما احنا شايفين، نكتب في محرك البحث رفس وبعد كده هنضغط على رفس زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده هضغط على تحميل البرنامج بحوالي 1 ميجا، وبعد كده هبدأ ان انا افتح ايه البرنامج واركب الفلاشة. طبعا الفلاشة يفضل انها تكون 8 جيجا اقل حاجة. ده شكل البرنامج زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بقوم جاي ضاغط على سيلكت، ومن سيلكت هختار ويندوز 7 مثلا سواء 32 او 64 زي ما احنا شايفين كده، واضغط على اوبن. وبعد كده هبدأ ان انا ايه كده اخترت ملف الايزو. بعد كده هنا هيجيب لي ام بي ار او جي بي تي. طبعا غالبا الجهاز لو انت عندك جهاز ضعيف فغالبا هتعملها ام بي ار، لكن لو انت عندك جهاز عالي طبعا هتعملها جي بي تي. ولو عايز تعرف طبعا بتدخل على مانج، وانا شرحت الكلام ده قبل كده، ديسك مانجمنت، وبعد كده بتشوف ايه نوع العرض عندك، ام بي ار ولا جي بي تي. بعد كده بس احنا بنتكلم لو انت الجهاز عندك ضعيف غالبا هيبقى ام بي ار. بعد كده بضغط على ستارت وبنتظر لحد ما يعمل حرق الويندوز على الفلاشه، وبعد كده بعمل بوت للجهاز. طبعا البوت لو انت جهاز اتش بي يبقى اف 9، لو انت جهاز ديل اف 12. وهنشوف بعد ما نعمل بوت هيظهر معانا ايه مع بعض، وهنشوف هنكمل ايه مراحل تثبيت الويندوز ازاي. وبعد ما عملت بوت للجهاز ضغطت على مفتاح الاف 9 من الكيبورد، ظهر معايا قائمه البوت زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنا اليو اس بي والهارد، طبعا بختار اليو اس بي لو انا هنزل عن طريق الفلاشه، او السي دروم لو انا هنزل عن طريق الايه الدي في دي. هنضغط على يو اس بي انتر، وبعد كده هيجيب يو اس بي نقط، هضغط انتر، وبعد كده ايه هنكمل مرحله التسطيب مع بعض. زي ما احنا شايفين مع بعض، بعد ما عملت بوت للجهاز وضغطت على مفتاح الاف 9 من الكيبورد، لو انت عندك اللاب ديل او جهاز ديل بتضغط على اف 12، لكن انا عندي الجهاز اتش بي فالبوت بتاع اتش بي بيبقى اف 9. بعد كده ظهر لي اسم الفلاشه او يو اس بي الديفايس، بضغط عليه انتر، بعد كده بيبدا يبوت، وبعد كده بيوصل للمرحله ديت زي ما احنا شايفين. بيظهر لي 3 اختيارات. الاختيار الاهم اختيار عندي اللي هو الاختيار اللي في النص دوت، اللي بختار منه عربيك ايجيبت، ده عشان البرامج تتسطب معاه من غير اي مشاكل. بعد كده بختار عربيك ايجيبت زي ما احنا شايفين كده، او عربيك الدوله اللي انت عايش فيها. بعد كده نيكست، تمام. بعد كده انستول ناو، تمام. بعد كده هيظهر معايا الاتفاقيه، وبعد كده هنبدا نقسم الهارد وايه ونكمل بقيه ايه مراحل اللي هي الفورمات وتثبيت الويندوز، تمام. هنا اختيارات دي ايه الايزو دوت، في كذا اختيار لكذا نوع من ويندوز 7 زي ما احنا شايفين. طبعا الافضل بالنسبه لي اللي هو البروفيشنال والالتيميت، وممكن لو الجهاز عندك ضعيف شويه ممكن تنزل الهوم بريميوم. لو رامات عندك مثلا 1 جيجا ممكن تنزل الهوم بريميوم. فطبعا انا هختار مثلا البروفيشنال، وبعد كده هضغط على نيكست، تمام. بعد كده هختار اوافق على الاتفاقيه، وبعد كده نيكست، بعد كده هضغط على كاستم. بعد كده بيجيب لي هنا البارتيشنات الخاصه بالهارد. طبعا الجزء اللي فوق دوت اللي هو ال 50 ميجا ده طبعا بعمل له فورمات، ده ملفات الويندوز القديم. بعد كده بقف على بارتيشن السي اللي هو البارتيشن 2 زي ما احنا شايفين كده، يعني بيظهر لك بارتيشن 1 و50 ميجا بفورماته. بارتيشن 2 لو هو السي عندك يبقى هتقف عليه كده بالشكل ده، وتعمل ايه فورمات للبارتيشن زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، بيعمل فورمات للبارتيشن، تمام. وبعد كده بضغط على ايه، بضغط على نيكست. بعد ما اضغط على نيكست بعد كده بيجيب لي بقى ايه اللي هي المرحله الثانيه اللي هي كتابه اللي هو الاسم والباسورد. وبعد كده بقى بتبدا ايه تظهر ايقونات سطح المكتب، ودي كلها خطوات سهله، لكن انا اتكلمت على اصعب خطوه في تثبيت ويندوز 7، وهي خطوه ايه العمل فورمات للهارد والاعدادات اللغه والحاجات دي. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.